ستريم والتويتش يجيب العيد ما يوصل ادرك يفصل تويتش ما ادري ما جربته لكن اعرف ان كذا في مشاكل لازم انت قاعد تجرب تشوف شغال مش شغال. اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا في كوري سلاير يجرب بعض الألعاب العربية. لي فترة ما جربت الألعاب لأن قاعدين يعرف بعض الأمور، ولكن اليوم بننضم مع أخوينا رجل السعيد الذي لديه الجميع المعجبين في المنتدى في عودي جي ان. اوكي دخلت البث ولا بعدك؟ لا لسه اني خش على قناتك عشان يمديك تسمعني واسمعك يعني. اوكي قاعد يحمل اوكي اشتغل افضل كوبريشن بس كان الصورة معلقة لا اوكي شغال تمام المفروض الصورة بتكون متأخرة تقريبا 10 إلى 30 ثانية. قاعد اسمع صوت من عندك من الستريم اوكي ايش رايك تعرفنا عن نفسك؟ خليني اشوف اذا صوتك يلقط ال OBS. احتمال تصل عندك ما يمديك تسمعني من تويتش. يب الصوت يوصل متأخر اللي هو في الستريم وصوتي طالع بعد داخل الستريم. اوكي انا ما ادري وش بيصير في التسجيل الصوتي، لو افتح الصوت هنا وهناك يمكن يجيب العيد، بس خليني افتح الصوت مكانين عشان تطفيني من تويتش. اوكي ما ادري انا ايش ابي بصراحة. اسمي نبيل صياد، عمري 20 سنة، هي خبرة 3 سنين تقريبا من يونيتي. جميل anything just because ما بتذكر سعودي جي ان. You are an admin in there. بدأت أحاول أتكلم عربي هنا لا انجلط. يب يعني كنت ماسك خط في تطوير الألعاب بس بعدين صارت أشياء وأحداثه بعدين عاد جيت هنا في سعودي جي إنه حاليا موقف تطوير الألعاب مؤقت، قاعد أشتغل على الديسكورد والبوتات. نقدر نلوم عمر في الموضوع ده؟ خطأ منه يعني. لا صراحة ما له دخل، أنا كنت شغال مع فريق بس صارت كذا مشاكل و نحل الفريق ما ادري ايش ف تصير يعني تصير حبيت اني ابعد شوي عن المجال عشان انسى اللي صار. لا ابدا بالعكس، اللاعب المفروض يحاول جدا تصير الاستديوهات الصغيره والجديده يعني تصير خلافات بين الاعضاء، فالشيء اللي متوقع ما الامور يعني دائما كذا يعني ما ممكن تمشي بسهوله، خصوصا لما تكون الافكار مختلفه بين اكثر من عضو في الفريق. يب هو هذه كانت المشكلة الرئيسية، الاختلافات في الأفكار، كل واحد يبي يمشي باتجاه مختلف. فإذا تكوين الألعاب ما ممكن تكون من شخص واحد، ما في شيء اسمه مصمم ألعاب. الألعاب مفروض لازم تكون تعاون بين الفريق كله، الجميع يحط أفكاره. إذا ما في توحد بين الأعضاء في الفريق اللي يسمونه development hell، ممكن المشروع يمط بدل 2 لـ10 أو 8 أو 9 أو لو يقفلونه يعني.
لان لازم في تعاون بين الفريق، ما ممكن واحد لازم قصب طيب لفكاف كارو الجميع يمشي يعني يا ياخ كلامه اللي يمشي يعني. الحين بشكل عام يعني هو ضروري ان الكون الجميع متفق على اساس الفكره، لكن من ناحيه التفاصيل مستحيل الجميع يتفق على جميع التفاصيل. اعتقد هنا بيجي دور هو مصمم الالعاب بخبرته ومعرفته في كيفيه اختيار التفاصيل هذه. بس الفكره العامه للعبه اكيد بيتم اخذ راي جميع المشاركين في اللعبه. على كل حال احنا جايين هنا نستعرض 3 ألعاب بس فجأة شطحنا على الموضوع. المفروض نعمل مواضيع ليك في الاجتماعات الأسبوعية اللي مادت، فخلينا نستعرض أول لعبة. فخلينا نرجع للشاشة، فمنعرض 3 ألعاب من 3 مطورين مختلفين: Escape from School from Abidex or Rylexel الاسمين، Endless Weakness by Buggy Cooder، و هوتيل بوس باي غيث زيزو. المشكلة لما تكون اسماء عربية وانجليزية بار واحدة. ايش رايك نشوف Escape from School اول واحدة؟ اوكي خش عليها. وفي موجود لها نسخة جوجل بلاي بعد. التحكم ممكن يكون تحكم جوال، الله اعلم. ممكن العبها اونلاين، بس نزلتها على الويندو. بس في كثير يفضلون يلعبون على البراوزر. I have no clue why. ما أدري ليه. غالبا عشان كذا على السريع يجربها بدل ما يحملها، وبعضهم نت بطيء. لكن صراحة البراوزر ما أحب ألعب عليه، مستفز. Actually اللعبة شوي طازجة، رفعها من قبل 20 يوم، عمل لي أبديت 14 يوم، so good. فيقولك this is the first version of my first game. عادة أنا أعرض أول شيء الويب سايت عشان نشوف اي قد المطور مهتم باللعبة. هنا تتبان الانجليزية، تتبان الصور، تتبان زي ما تقول العرض الاول، اول فكرة الواحد ياخذها من الجيم. مهمة جدا الالعاب بدات الايام دي، لو بتحط في الستيم بيج الافضل تكون صفحتك ريلي انترستنج، كل الناس بيطالعوا فيها من بان بين 10,000 لعبة مختلفة وبيطزوها اذا كان الشيء مش انترستنج. فذلك دائما احاول اعطي شوي وقت على الصفحة هذه. انا اعرف this is يعني first development attempts، يعني أول محاولات للتطوير، ولكن حاول في نفس الوقت إن نفيد ونستفيد بعرض وش الممكن يفيد المطور في المستقبل. يب ضروري جدا، حتى المطور نفسه لو جاي يشتري لعبة من ستيم مثلا، هو راح يجي يدور على الشكل أول شيء، يشوف إيش في لعبة مثلا صورتها كثيرة أو الاسم حقها أو الوصف حقها، بعدين عاد ممكن يبحث عنها اكثر او يعطيها تجربه. حتى في ناس كانوا في الاندي ستوديو كانوا يختارون اسماء كده خنفه شعريه بس عشان تكون يونيك. هذا الشيء اخذ موقف شوي سلبي من بعض المنتقدين، لان ندري ان تبي تسوي اسم فريد من نوعه، بس كمان خففوا شوي الموضوع يعني. فاختيار الاسم شيء شوي بعض الاحيان يعني بلا وقت بلا تفكير. فمعظم الاحيان الناس ياخذون كود نيم، ياخذون اسم مؤقتا، ولما اللعبه في وسط التطوير ممكن يجي لهم اسم افضل. نعم هو احسن شيء الكود نيم، عشان يعني يكون معروف عن اي لعبه قاعدين نتكلم، بس بدون ما تضيع وقت كثير على البحث عن اسم للعبه. ممكن يتغير شيء من افكارها بعدين، فراح تضطر تغير الاسم معه، فانك تخلي الاسم النهائي اخر شيء احسن شيء. مع ان في ناس بينتقدوك لو تاخذ اسم غبي، مثلا ويليام اورديلز في البدايه مسمينها وات از ا جيم، فاكثر من رسام حاطه وقفه وقال لي الاسم غبي تو جينيريك، مع اني انا قايل لهم الاسم انا مؤقت. فلازم الواحد يتحمل انتقاد التعريف. صحيح، هذه دائما راح يكون في واحد قاعد ينتقد، ف وانتقادات بالاشياء الواضحه بعد يعني. ايه الانتقادات للشباب هذه اكثر شيء يجيب الجلطه. anyway خلينا نقرا الوصف. play as a student trying to escape from school using your escape technique without getting caught by the school employee. school employee
أعتقد كلمة staff أنسب هنا، لأن employee كان موظف شركة. Don't forget to leave your review. It really helps me. But actually, قريت أوصاف يعني الجرامر فيها مرة تعبان. This one is good grammatically. فالإنجليزي أوكي على الأقل. الكلمة شوي like employee قاعد في سجن هو يعني. يمكن that's the joke. إيه بس حقة الامبلوي ممكن تغير لشيء ثاني أحسن. يمكن لو يقلبها كجوك يعني كحراس يعني police employee or something I don't know. So that's it. Symbol description, symbol images. Let's give it a try. تخيل لو شغل كل هالوصف كل هالماطلة وإنها اللعبة ما تشتغل. Look at that. It looks like a prison. من جد يعني كأنها سجن المبنى ما هو مدرسة دي يا ساتر. So حتى كلمة security كده like so this is good. تعجبني الوضع الخلفية يعني كيف إنه يراويك الوضع كيف بليك مرة مظلم يعني الوضع كأنه سجن من جد مع إنه في شمس والمكان ينارة والمكان جميل وفي لك دخان ورا كأنه واحد يدخن من صورة المروحة so it's good. بس المنيو is not good. It's look مرة plain مرة automated. This one is not interesting. بس الخلفية not bad. شكل الماضي حقه في المدرسة سيء. فقاعد يرسم الخيال حقه للمدرسة في اللعبة هذه. مرة جدار كبيرس. ظلكم جدار ورا جدار. Security. خلينا نشوف حبة الكيبورد. تعطينا التحكم. ما أقدر أغيره. No problem. يفضل في ناس واجد تفضل من تغير التحكم بس زين انه يعطينا تعليمات على الاقل وش الازرار تعمل فتحتاج بوث الكيبورد والماوس يو دروب ذا ايتم في عندنا ايتم سويتش في عندك كريدتس والجراند كريدتس تركب فوق وسلس الحركة عبد الرحمن دريدي just got a little bit too fast but that's alright. Jesus انا حاط رفرنس لكل شيء which is really professional انك تترك رفرنس وش مستخدم. Challenges ما اختيارات فقط وصف يعني معظم الألعاب الجيدة اللي فيها ليه فان الناس يعملون تحديات زي مثلا بوكيمون نازلاك كل أي بوكيمون تخسر أو تطرده لأنه على أنه يموت ففي أمور دي يعملونها الفان نفسهم بس أنت تكتبها في المينيو حقك بدون ما تبرمجهم I don't know doesn't look good يعني يا تبرمجها كاختيار بس تحدي إي يعني تحدي نصي يعني في تحديات مثلا في فاين فانتزي إنك ما تلفل فان 7 او انك تخلص الجيم بدون ماتيريال مثلا هذه تحديات معروفه من ايام التسعينات ريلي ليت دائما ما تخترع تحديات جديده بس اللي تعملها في لعبتك تكست ما ادري الكرنج كذا صراحه الافضل اما تحذف القائمه او انك تعملها ملاحقة يمكن انك تضغط على الزر ويعطيك حد 3 دقائق او جيم اوفر which is really easy to program يعني اوف اول ما بدا الجيم على طول ممكن لو سويت التحديات بعدين بيطلع لك مثلا جائزه ولا شيء مفروض بس ما مختيارات فقط تكست اي ممكن هو ما سوى نظام انك تبدا التحدي مثلا او تحصل على التحدي لكن لو سويته بيكافئك عليه الله اعلم ممكن نجرب ونشوف الماوس مرة سريع بس لعبت ألعاب واجد أسوأ سرعته نفس سرعة الماوس حقك خلينا نبطئ الماوس حقي يب نفس سرعة الماوس تماما أطفال ما في أي شيء إنتراكتيف أعتقد المدرس نايم لو يطلع حرف زي فوق عشان أتأكد إنه نايم يعني أو something عشان تأكد إنه نايم يعني أو مثلاً منزل رأسه
هذا بعد اسابيع ومشي شفت يصير اسرع يعني. الحين هذا المربع اللي تحت والاسود الابيض ايش هذا؟ اعتقد الايتم لما تاخذ الايتمز يفهمون. شوي في كان الوجه في سويتش للايت وي صاير في الوجه ها؟ يعني جزء كبير من الشاشه اي كبير مره لازم يكون تحت يسار مثلا او فوق يسار. المفروض ندرس قاعد يلعب الجوال يمكن ايه ما اقدر هندس بعيد كان المفروض كذا نايم يعني والله ما خرفت لما ضغط اكثر من زر is good. فهذا يبي جوال احمد ما ادري هو الا هو يبي جواله هو يعني جواله باقيين من عنده او موقفين من عنده ويعطيني مفتاح اخضر. اوف ده مو باب ده تخيل لو انت تدخل الحمام وتشوف باب بالكبر ده I will be scared actually بخاف من الوضع لان مرة الاحجام يعني تشوف اي قد الباب اعتقد حجمه بالراحة 3 متر يعني وعرضه بالراحة مترين او متر ونص. That's alright. Alright. هذا دافين من الجيم نفسه. نصت. اوكي يعني في حلو انه في شخصيات تقدر تتفاعل معها. ما في ما شفنا الا واحد. اوكي اوكي خلينا نلعب اللعبة دي. اي بس بداية جيدة غير متوقع صراحة. شوف السكيورتي اللي كشافني ما بعدني. اي سرعة السكيورتي ده؟ اوكي لا بأس. خلينا نلعب كورة معه. اي سكيورتي ممكن نلعب كورة. اوكي اوكي. فهذا الحين يعني وش يسمونه؟ بيجر مان ماري سيك مان ماري جوجو مان ماري يسمونهم. اخي اشياء الشعب الجديد الجيل الجديد يالفونه. اعتقد البار الازرق الاستامنة الحل. يعني ما اقدر اركض الابد. مفروض من الاسلامي. ما اظن اي فرصة ان اختفي يعني ما يشوف. عندك كيف اضيعه؟ والله ما زال ضاردني. لو بيكون نظام اللي اذا شافك خلاص ما بيخليك هذا بيكون اسوء شيء. انا غالبا بيسوق كذا ما شافني قبل حتى ما يشوفني يعني اول ما شفته العلامة فوق راسه يعني. اي شكله عنده حاسه سادسه طلعت من السخ شمني من بعيد او راح فتح الباب يمكن. اي اذا ما ضيعت شكله شكله كان كل ما يطلع من الصف يطلع له الوكيل بوجهه. ما زال ضايقني ما زال ضايقني. بيشوف الجوال وين هو. انت تليفون احمد ايش المفروض وين المفروض تلاقيه؟ مش المفروض يكون مع احد الطلاب بالصف؟ اتوقع راح من المدرسين شاله. Yeah, this will make it harder a little bit. انك تسترجع اللي هو جوال احمد. اوكي الفكرة اذا كانت من عند المدرسين انت لازم ترجع فالفكرة حلوة. يمكن شالوا اول ما دخل المدرسة بس السكريت مقفل بعد. اعتقد دولك جوالات صدق كمان داخل السكيورتي. ما عاد يطاردني. ها 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 قلت يعني يمكن الحين وراك يمكن يمدينا اتنفس قلت لا شكله غالبا من النوع اللي اذا شافك خلاص ما يخليك. اعيد اللعب على الحالة دي because I can't even think like this. انا ما من النوع اللي يقدر يفكر اذا في اكثر من حاجة صايرة. ان مثلا واحد طول الوقت طارد كان ممكن اقدر افكر فيه. كل شيء مقفل الحين. هو
إيه المشكلة إن كل شيء مقفل وأنت تبغى تعرف وين المفتاح اللي راح يفتح لك أول حاجة، يعني المشكلة حتى أنت ما تعرف الترتيب، يعني إيش الشيء اللي لازم ايوه تفتحه أول. طريق مسدود، ما يمديني ابرمج الثاني. إيه المفروض يكون في يعني أي هنت أو مساعدة شيء يشر لك. ما اتوقع احتاج هنتك، فما احتاج ان هذا يبعد عن مضرفه يعني. جربت أتكلم مع الطلاب الثانيين؟ زي ما شفت ما طلع اي كلام. You know what, just catch me. Why is he laughing like this? فالطلاب الثانيين ما يمديك، ما في ولا شيء، ما في الا ذاك اللي عند انت كرامتك في دورة المياه. الباب ما زال مفتوح. اوكي. إن المدرس اللي كان نايم بيده جوال، مش يمكن هذاك اللي هو جوال أحمد ما تقدر تاخذه من يده؟ اتوقع يعني. هل هذا هو؟ ايوه. طلع في المشكلة الحصة طرف الثانية. الستريم تجي متأخر فما أدري إيش صاير. أو لا ده يبقى حاجة ثانية. ممكن تهدني لأن ده قاعد يطاردني الحين. ليش الشاشة قاعدة تولع؟ ومو قريب مني. مانجر، أيوه. I hate this game already. هذا ما ادري ايش يبي، ما اقدر اطلع فيه لان ذاك ما زال قاعد يضارب. ترى اعطيني المفتاح. Just give me that. Get leave. Oh, I'm dead. صار عندي مفتاحين. تركني. Weird. Okay. ليش اعطيتني مفتاحين ابو شباب؟ اقدر افلت واحد منهم على الارض على الاقل. والله اختفى. اوكي احظى احظى لو هذا فلته واختفى الثاني. اوكي بدأت قادر طلع اعتقد الثاني كان جلوتش. طيب الحين هو كان في مفتاح أخضر أعتقد للكافيه والمطعم اللي برا. يا اعتقد الكافيه اقدر افتحها، بس خليني اشوف الاشياء اللي يبي. بلو شيبس ودكو في شراب طاقة داخل الغرفة دي، فتذكره يمكن الشيبس بتطلع من المقصف يا المقصف برا ولا الكافيه ما ادري شنو. ما اعتقد اقدر افتح. من وين جري؟ Seriously. اللي سنة قاعد نمشي شوي شوي عشان يجوني. الحين ده اقدر افرد هنا. اعتقد يبغى لك تفترض انه شايفك طول الوقت، ف I don't know. اعتقد المشي بهدوء ما راح يساعد. To be honest انا ما احب العاب زي كذا الهورر، بس عادة الألعاب زي كذا عادة تقدر تشوف الخصوم قبل ما تقدر تشوفهم. مثلا لو تلعب ميتل جير في عندك فرصة انك تشوف ورا الباب. العب واجد قلدت ميتل جير بحيث انه يمديك تعرف اذا في يقدر يشوفك ولا لا. بس هنا لا اسمع عليهم صوت، ما عليهم حس. يعني انا ادري ان لو يكتشفني الاضاءة النظر عندي يختلف، بس in that time في ديك اللحظة it's already too late يعني. فمثلا في Metal Gear يمديك تلف على اليمين وتشوف يعني. ألعب واجد الاختفاء، أنا ما ألعب ألعاب اختفاء فريدي فما أدري عنها، بس أنا متأكد إن اللي هم أساليبهم يعني. بس ألعاب ال 2D الكاميرا من فوق يمديك تشوف الناس من ورا الجدران، بس هنا I don't know. يعني الحين هذه مشكلة بالضعف الجيم ديزاين، غالبا بياخذوا الشيء الاساسي يعني، وهو بيشوف انه في شخص قاعد يلحقك بالعاب الرعب فخلاص هو بيسوي نفس الشيء، لكن ما بينتبه للتفاصيل هذه. هو كيف انه بيعطيك فرصة عشان تشوف
تشوفه بيطلع صوت لما يقرب منك عشان تعرف حتى الاتجاه، وقاعد يقرب من أي اتجاه هذا يفرق. حتى في بعض ألعاب الرعب يكون الوحش في قدامه كذا على مترين تقريبا، في ضوء أحمر على الأرض، ولو كان جاي من داخل المبنى وأنت خارج المبنى فتقدر تشوف الضوء هذا على الأرض قبل لا يشوفك وقبل لا تشوفه، وبس تشوف الضوء هذا فتعرف أنه جاي على طول تهرب. فهذه التفاصيل الصغيرة هي اللي تفرق. وانتبهت انه ما في اي نوع من البنالتي لما يصيدك الا انك ترجع ريوس للفصل، بس اوريدي المفتاح موجود اوريدي، المفروض الباب يب اوريدي الباب، ف ابغى كلك انه تخليه يصيدك يعني، لانه ما في اي نوع من البنالتي الا اذا كان في نظام ون ابس. هذا الشيبس اللي يبي في مشاري بطاقة بعد، خلينا اخذ واحد منهم بس تعرف انا متأكد يبي لون معين، فخلينا just ignore everything and go. بس لحظة بغل بس بنفسجي بالضبط، وكان لون بنفسجي لكن اذكر كان مكتوب بلو شيبس، شيبس ازرق او كأنه شوي ازرق له. ف لو تلاحظ الحارس كان لاف ظهره فما شافني، which is good which is good، يعني في مجال رؤية مبرمجة. ياب ياب هذه ممتازة، امسك اعطيني مفتاح بعض الله هناك. اعتقد جلتش المبرمج ما اعرف يعمل انه ما يعطيك مفتاحي. ايه هذه غريبة صراحة. ما ادري ليه يعطيك نفس الايتم مرتين. يا الله ايكي الحين ايوه القفل في الستور، يعني لو خلي يصيد الحين يفوتني يعني. انا اقعد فتحت الباب and everything مرة سريع ترى، ما يمديك حتى تفكر يعني، او حرية ممكن تندعس يعني. واحدة من الميكانيك في العاب زي كده ان في اماكن تقدر تندعس فيها، ما في اي تحكم اشوف للشينة. لما رحنا للكنترول ما في اي شيء يخليك مثلا كراوتش الناس. لا ما اعتقد انه يقول كراوتش. والله لا بادي لو مثلا انه لما يمسكك ما يتغير شيء بالعالم يعني، يظل الابواب مفتوحة. السبيد رانرز ممكن يستفيدوا من الاشياء هذه عشان يختصر على نفسه طريق. امسك بدل ما يسحبه من بدري بعدين يروح يفتح الباب ويخليه يمسكه عشان يرسب في نقطة البداية يختصر الطريق. اوكي لما يمسك المفتاح يختفي. اوكي that's a penalty. والمفتاح ما عاد موجود. نظر الحين هو مسكك فراح المفتاح. والمفتاح ما لما تروح عند هذاك الشخص ما تقدر تجيبه مرة ثانية. ما اعتقد، اعتقد المفتاح خلاص ضاع. لانه مو موجود مكانه ولا موجود على الارض. احتمال يبالي عيد اللعبة. لو الحارس هذا له مكتب معين مش ممكن انك تلاقيه على المكتب حقه؟ يمكن هذا انا فكرت فيه، بس خليني نشوف. اذا اهدني ثانيتين المفتاح الاحمر على القاب ظنه. الحين الحارس هذا ما يقدر يدخل معك الحمام عشان يشوف هذاك الطار صح ولا يدخل هذا؟ نو كلو. والمفروض انه ما يدخل، او اذا دخل فما يصير انه يعني يمسكك ويخليه. لاكون صادق ما بيدخل. لاكون صادقا I'm not having fun بالمطاردة. لاكون صادقا يعني غالبا انا العب الرعب كذا. ما زال هنا اللي هو من الاندي ديفلوبرز، يعني التفاصيل اللي ذكرناها من شوية غالبا مش موجودة. يمكن في السكيورتي الحين المفتاح ده، بس I don't know. أنا بكت مفتاح من مكتب ثاني ما أدري إيش قصته. خلينا نشوف. أقدر أحاول أخلص الجيم، بس عندنا جيمين غير دونر.
I believe we got the idea. هي محاولة جيدة بس اللاعب يحتاج شيء ثاني يعني، أو يعني يحتاج المزيد يعني يحس إن الجيم فن يعني. إيه المشكلة غالبا إن الوحش أو المطارد بيكون يعني مقفل عليك بزيادة يعني، تكون أنت في اللعبة مخنوق يعني، ما أنت قادر تنفس ولا تفكر ولا أي شيء. والمفروض بيكون في أماكن اختباء عشان مثلا اللاعب يستريح فيها، أو إن المطارد يضيعك بعد فترة. Exactly. من الأشياء هذه أعتقد فهمت الميكانيك. أي واحد من الستاف يشوفك على طول حارس يشوف، أعتقد هذا اللي صاير. ولا كان الـ AI أو الـ NPC عالق أصلا عند الجدار. المفروض الميكانيك يكون متفاعل مع اللاعب بحيث ان اللاعب يمدي يعمل اكثر شيء. هنا الحارس لما يطارتك عندك خيار واحد فقط، انك تدق رجل. Nothing else. I cannot do anything else. هذا اللي يخلي الجيم ما هو فان يعني. يعني لو في خيار ثاني مثلا، لو اترك لو انك تقدر تقعد بالصفو تسوي نفسك نايم، يمكن صدقني ارجع الفصل. اذا رجع الفصل يمكن يتركني لحالي. إذا رجعت الفصل ويتركنا حالي I won't complain too much، ما بعترب على الشيء ده. بس so far this is really really not fun. فمثلا بعض الأحيان يعلق عن جدار ولا حاجة. أعتقد اللعبة soft lock يعني قفلت ما يمدينا نخلصها، لازم نطفي الجيم لأن المفتاح ده اختفى. ما انا شايف اي طريقة افتح السكيورتي، والسكيورتي ينبغى مفتاح ازرق غامق. انا حصلت مفتاح تيل لونه لو ازرق فاتح، عن التيل ما هو ازرق فاتح بس anyhow. ما انا شايف ذاك المفتاح، ذاك المفتاح اختفى. المفتاح ده يفتح للسقف الروف، والروف ينبغى مفتاح ابيض، فما اقدر اسوي اي شيء في الجيم. تبينا نخلص الجيم ولا نروح للجيم بعده؟ ما اعتقد انك مستعد تعيد اللعبة كاملة ولا لان خلاص شكلها ما ابي اضل 6 ساعات بعد. لا خلاص اعتقد كفاية يعني، اخذنا الفكرة العامة من اللعبة، شفنا المشاكل اللي فيها والاشياء الكويسة وكذا، وننتقل اللي بعدها. اي انتقادات اخرى للجيم؟ الحين الماب بشكل عام يعني جيد، اليو اي لازم تحسينه، اللي هو خصوصا حق الايتمز يصغر ويحط شوية على جنب. اللاعب لازم يكون في فرص عشان انه يفك المطاردة. لازم ايضا لو بيكون في اللي هو زي أيقونة مثلاً فوق يسار، تعلم اللاعب هل هو حالياً قاعد يتم مطاردته أو لا. هذا بيكون ممتاز كثير يعني، مثلاً أنت لو الحارس جاء من وراك وشافك بس أنت ما تدري أنه وراك، فالأيقونة هذه لما تتغير من وضع اللي مش شايفك إلى وضع الملاحقة فبتنتبه. جميل، فهذا بيكون كويسة بعد. جميل والله فكرة جيدة يعني، يكون تصميم ممتاز. لان هذه واحدة من اكبر الكوارث اللي الحين اشوفها، ان الحارس لما يشوفني غير الصوت حقه which is too late، ما عندي اي علامة ان في حارس طاردني يعني. خصوصا لما يعلق عند جدار معين، بعد هذا الشيء ساعد كثير. ايه ولازم يكون في صوت يعني، اذا قربت من الحارس او الحارس قرب منك لازم في شيء يساعدك انك تسمع صوته، مثلا تسمع صوت خطوات رجله عشان تعرف انه هو قريب. عشان كذا يعني اللاعب حرفيا هيلبلس، ما هو قادر يسوي شيء، بس فك رجلك وادعي ربك. طبعا الشيء ده المصمم نفسه ما يدري عنه، لان المصمم يعرف كيف اللعبة تشتغل فيتجاوز الاشياء دي. انا ما ادري كيف اللعبة تشتغل، فما اقدر العب اللعبة زي ما المطور يلعبها.
ايوه بالضبط، هذه نقطة مهمة جدا. يعني لو في ميكانيكس مخفية بالنسبة للاعب، مثل ان الحارس ما يدخل الحمام اللي موجود فيه هذاك الطالب، فما اعتقد كان في شيء يوضح هذه النقطة، فلازم اقول لك الاشياء هذه تتوضح في عشان كلتشات، اللاعب يقدر يستفيد منها. في كلتشات في الجيم زي ما تشوف، الاشياء اللي فلتت تقعد لك تعبر الجدران. جمال هذا واحد من اكبر الاسباب ليش انه يعطيك مفتاحين. I believe it's glitched, the whole thing is glitched. اعتقد يفتح الستور روم. بفتح الستور روم بخليه يمسكني، يمسكني من اهله. واضح انه طفشت. بخليه يمسكني عشان احصل فرصة اكبر اني انجي. طيب هل تذكر او تعرف لعبة رعب 3D بنفس النظام بس انها كويسة يعني، او لعبة مشهورة؟ انا ما كثير العب العاب رعب فمش متذكر. اسمها ايش؟ وش اسم اللعبة؟ فإذا لعبة أنت إذا أنت في عندك ألعاب رعب ممتازة يعني تقترحها للمطور عشان يشوفها ويدرسها. والله it will be too much. بس في لعبة اسمها ثيف، كان المفتاح سيلفر ما هو بلو. خسرت المفتاح من جديد. You see this stupid ما بيس بيس ايوه اشهر لعبة للسايقة زي كده لعبة اسمها ثيف، طلعت بعد هاف لايف 1 في ايام بداية الالفينيات. بس ديك اللعبة تو ماتش يعني، واحدة من الالعاب السيريز مشهورة جدا بالتخفي. هيتمان، ناس كثير يمدحون في هيتمان. اجين اللعبة ما لعبتها اجين. في لعبتها بس ما فيهم مطاردة. مطاردة I don't know، صح مطاردة to be honest شوي جديد. طلعت مع الشخصية الرعب المشهورة اللي من بنتين بنتينهم، قلت له واحد وقالوا اخوه طلب منه ما ادري شو اسمه، ستيك مان ما ادري ايه، هوبر مان ما ادري، هوف مان اي هاف نو كلو وش اسمه. بس من بعدها طلعت اسلوب الوحش المطارد، قبلها ده ما كان المصطلح ده موجود يعني. اذكر في لعبة اسمها مونسترم شيء زي كذا، فيها يعني لعبة مطاردة وانت لازم تهرب من السفينة. هذه اللعبة صراحة ممتازة، فيها كثير من النقاط الديزاين اللي ذكرناها، اللي هو أن الوحش بيضيعك وتقدر بسهولة أنك تعرف هو جايك أو لا، وإذا شافك، إذا ما كان شايفك بعدين شافك، أو حتى لو كان شايفك بس كان بعيد بعدين قرب منك كذا بيطلع صوت يعني بيصرخ عشان ينبهك إنه هو جاي لعندك. اللعبة دي ممتازة يعني، ممكن يستفيد منها. أخاف آخذه ويضيع المفتاح من جديد المرة المليون. المشكلة ما أدري وش يفتح له. صدق أعتقد عارف وش يفتح له، أعتقد اللي يفتح السطح. أخاف أفلته ويختفي زي بقية المفاتيح. ففي أوفيس كان في مدرس، والله انا اختفى اثنينهم. ابخ في اللعبة من الهاردسك. ايوه واحد نايم لكو هناك. ما اقدر امسك البرميل وافوت على العرس. فكرت واحد يدخن في الخلف، طلع لا ادخن طالع من البيت. يمكن التدخين ممنوع للاطفال. يد التدخين ممنوع، مش هيكون مسموح.
الحين لو حاول انط برا المبنى وانط فوق تموت الشخصيه من الهايت فول ولا لا؟ ما اعتقد في نظام فول دمج. خلينا نختبر الموضوع ونختبر المفتاح بعد او بغيله ابسط يعني. ما يخليك تنط اصلا. اوكي جود جود جود، لان اذا قدرت اكسر لعبه بالنط فوق الجدار لان القصه كلها اللعبه كلها ما لها معنى يعني. بس الحين المفتاح يفتح ايش؟ شافني ريدي شاف، اعتقد يفتح السكيورتي الزفت. مشاريع فاقة في كل مكان، ايتم في كل مكان ما احتاجه. That's it. Yeah, that's it. هربت. زي ما قلت الشالنجز موجودين على الاقل. Good. Perfect. يعني زين انهم مبرمجين على الاقل. يعني ما هو مجرد تكست عادي. الصراحة أشي فندال مفروض السعودية كلها تنهض وتسوي يوم وطني إذا خلصنا game without getting seen يعني. This is impossible. This is almost impossible. بالذات إن أول مرة تلعبها good luck. I don't know. واضح ان الله تفور يعني. جاب جو اهيد. يب اللعبة لا بأس فيها يعني، في مشاكل لكن يعني كبداية جيد جدا صراحة. في ممكن الناس العالم اللي ما يطورون جيمز يصورون الامور دي، بس ترى واجد افورت يعني جهود جبارة وضعت هنا، بحيث انه حاط نوافذ، حاط لوحات، تحس ان في مدرسة، حاطنا يعني جهد في الشخصيات كيف تتفاعل مع، مو تتفاعل انما شكلها كانت تتفاعل مع بعض. ترى هذه الجهود دي اول ما تبدا التطوير ما بتشوفها سلسة ابدا، ما هي سلسة. لا توبة للعب يعني، كويسة لا بأس، بس يحتاج يحسن على النقاط اللي ذكرناها خصوصا مشاكل المطاردة، وهذه أكبر شيء متعب تصميم الجيم. تصميم الجيم مو بس يعني وضع أشياء متناسقة، وإنما الجيم بلاي. الجيم بلاي تحكم، التحكم، الفيل، الشعور اللاعب كيف يلعب. إذا أول شيء شعور اللاعب بالمطاردة مش ممتع، مهما سويت الشيء معقد، مهما سويت وضفت، اللعبة ما بتكون ممتعة. لأن الشيء الرئيسي في اللعبة لان الشيء الرئيسي مثلا في اللعبه دي ثلاث اشياء: تحصيل ايتم، تحصيل وش الناس تحتاج، والمطارده. يعني دول الثلاث الاشياء للاسف الشديد اللغز نفسه، مفتاح والايتم نفسه. Not that fun، بس محاوله جيده ان فيها تنويع، ان في ايتم تاخذه ما له داعي. فما يمديك تجمع اشياء وبس وتروح على امل ان الاشياء دي تفيدك. اللي لدي شيء يفيدني بدون ما ادري، يمكن حاس يلتهي بالبسكوت زي دي. خلينا نشوف اذا كان بيكون شيء حلو. وين هو المفروض تطاردني الحين لان الستاف شافني؟ الاشياء الشاطحه هذه غالبا تعطي طعم للعبه. وإن كان مالها روحية، لأن إذا الشيء ممكن اللاعبين يتذكروك به أفضل من إن الشيء تكون لعبة يعني جامدة وما مملة وما حيتذكر بها أي شيء يعني. خلي طاردني، خلي شوف هذا الشيء مضحك. أبي طاردني ما يطاردني، نبعد الدنيا يشوفني. لا عادي، هاك بسكوتي. Nope, didn't work. Anyway. Let's get out. حالة جيدة. Escape from school.
not bad, keep it going. حاول تختبر شعور اللاعب لما يلعب الميجوريتي للجيم حقك قبل ما تضيف زيادة من المرة القادمة. يعني لما تعمل لعبة جديدة حاول تختبر كيف اللاعب يتحرك، كيف الفيل اللاعبين، كيف يتفاعلوا مع اللعبة، لأن انت واضح تعرف كيف الحارس حقك كيف يتحرك، فأكيد تعرف انه بتتجاوزه وتخلص اللعبة بدون ما يشوفك. غيرك يحتاج تلميحات زي ما قال نبيل، لو تحط علامة مثلا الحارس ممكن يشوفك قريب يشوفك، ولو تتقرب او يشوفك من بعيد بعدين تولع حمراء انا انه يشوفك قاعد يطاردك، something like this، شيء يساعد اللاعب يعرف كيف يلعب على اللعبة، لان الحارس هذا ما شفت اي طريقة انه يفك عني غير انه لما يعلق في جدار او شيء معين. طالب بتبرعات باتريون، good luck with that. اللي اكثر من 67 فاتحنا الجوجل دونيشن ما حصلت اي شيء، فلو انت حصلت اي شيء اعطيني خبر. الحين كيف ان شاء الله جوجل عندهم نظام دونيشن، تعرف يبي دونيشن بدل الكويت، ما اقدر اطلع الجيم حقه. اذا تبي تطلع لازم تطلع، حط حبه اكزيت الله يرحم والديك في العابكم. ما مفروض تعتمد على الاكس هذا في الجيم، مفروض عندك حبة تكزت الله يرحم والديك. This is bad, this is really bad. But ننتقل للعبة اللي بعدها، فنقدر نختبر هوتيل بوس ولا endless weakness. خلي الهوتيل بوس لل final finale اخر شيء نختبرها. اوكي أدعن. فبوغي كودر عمل لعبة Endless Weakness. خلينا نقرأ الوصف. A game where you are a small boy who fights slimes to survive. The game has 25 waves and if you want to buy items from the shop you will pay the price with your blood instead. That turn south really fast. تدفع فلوس دمك يعني. description شاطح مبه ما ادري ايش اقول لكم، بس اوكي ما قرينا وصف واجد اسوأ، بس this is small boy you must fight slime. ليش fight ليش حاب السلايم دول؟ to survive ليش؟ تقدر تعمل surviving مليون طريقة اخرى، يعني تقدر تروح تبني كوخ، تقدر تروح تسكن مع ابوك، تقدر تروح I don't know ليش تحارب السلايم ده يعني. بس anyway مو كل لعبة لازم لها قصة او folklore، بس في نفس الوقت اشوف ان الوصف like قاعد يوصف شيء ميكانيكي في اللعبة بالوصف الحقه. You're a small boy and fight slimes. I don't know. الامور دي ما تدهشني او تثير اهتمامي. ولكن بنشوف. فالصور again ما هي ديك المعبرة، موجودة صورة عندك الايتم نفسه. Increase damage by 50%, cost 40% of your health. الستريم عندي معلق، ما تقدر تخفف الجودة حقته ولا؟ أنا أجرب أسوي ريفرش. شو المفروض تويتش أوتوماتيكياً. فهنا مكتوب Hi, will you play the game and share the view experience on it via YouTube. Thank you very much. Buddy, good. I love your game. Your beautiful game. Thanks for the developers. I don't know if هذا الشخص ناسخ تعليق اللي فوقه or something is funny is going on. هذا بوت غالبا. أما بوت أو حساب وهمي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. فالحمد لله في حبة exit، هذه أول خطوة جيدة. خلينا نشوف ال help. tutorial video advanced thing good. وإن كان إن الفيديو شوي ما هو smooth بس يعني not bad. بس ما في شيء ثاني. was the space وحبة play
الخلفيه والانيميشن wasn't bad في المنيو، عند مشكله في الوايد جابس، يعني لو يعمل زوم اوت الا زوم ان ممكن يشوف جابس في كل مكان. انا مشكله واجهتها كثير لما اوكي يب الجابس مزعجين جدا في الدودي. التحكم شوي غريب لان في كول داون لما تضرب، بس الكول داون ما بتحس به لما تحارب، فشوي كلونكي. But we will see. كان اللاعب يسترجع هيلث لما يضرب السلايم. السلايم يأديني بدون ما يلمسني على فكرة، في مسافة فاضية هي يأديني بدون ما يلمسني. احتمال كولوجين أخذ لك كولوجين تبع الفريم اب كبره للرسومات بدل ما يعمل كولوجين على الشخصية. احتمال كبير فير يسووها. This doesn't feel good. This doesn't feel good. فحاول تشيك على الكولوجين تبع الشخصية وتخليه على الشخصية نفسه، والأفضل تترك مسافة بعد، خصيصا ان الضربات حق الأفضل ان الكولايدر يكون أصغر من الشخصية بشوية، يعني يعطي اللاعب رياكشن تايم. ما يمدي نضرب فوق تحت، لازم على اليمين يسار. نو بروبلم، شيء تعلمناه. حتى السلايم نفس الشيء. السلايم اضربه بدون ما السيفي طالع. Look at that. طبعا لازم اي فريم. اي فريم ماني شايف في اي فريم. انفينجبل فريم. ايه غالبا المطورين الجداد ما بيعرفوا الامور هذه. هو الاي فريم وال يعني هذا النوع من التفاصيل اللي بتنضاف للعبة عشان تعطي لها شعور أفضل، حيث يعني اللعبة تكون سموذ كذا. غالبا المطورين المبتدئين ما بيعرفوا عن هالأشياء هذا. ويلا عادي فرصة لي يتعلم، يعني زين إن عمل شيء بدون ما أنا ما أعرفه وعشان يتعلم من الأخطاء. يعني لأن الآن إذا التحكم الرئيسي مواجهة الأعداء الرئيسية، أكثر شيء اللاعب لما يلعب إنه يعمل الشيء ده، إنه يواجه الخصوم ويضربهم. إذا كان الشعور سيء، ليش اللاعب يواصل اللعب أصلاً؟ أيوه، حتى ملاحظ إن الأعداء لما تضربهم ما يوقفوا، يعني مكملين عليك. المفروض العدو لما تضربه لما يوقف شوي أو حتى يندفع للوراء، عشان يعطي اللاعب يعني مجال للتنفس. واندبهت انه في حركة ذكية شوي، السلايم من دام يظهروا وراء اوبجكت فما في ساوند انيميشن، فجأة يظهروا من اشياء انت ما تشوفها من وراء الشجرة ولا شيء نور بنه، فحركة شوي ذكية يعني يعطيها اياه. بس في نفس الوقت وش يصير لو اللاعب يكون وراء الشجرة دي وطلع السلايم ديك اللحظة؟ that won't feel good as well. ياب لازم المفروض انه يكون في ديتكشن للبوزيشن حق اللاعب، حيث ان السلايمات ما ترسبن باي مكان قريب من مكان اللاعب، لازم ترسبن على بعد مسافة معينة. فذاك بختبر الموضوع ده، كل ويف بحاول اكون ورا الشجرة. شوف اللعبة الحين تجبرني اني اضرب السلايم على يميني، لان تجبرني اسوي الشيء ده لان انا اعرف الديتكشن حقه مش سليم. This is not good. This is really not good. وثانيا ما تنتبه للموسيقى كيف جودتها. شفت كيف السلايم طلع؟ مش طالع عندي صوت موسيقى من اللعبة بصراحة. اللعبة كلها مش طالع منها صوت لأن ما فيها موسيقى أصلاً. ما في موسيقى أصلاً للجيم. فهذا الشيء ثاني بعد ياكل من اللعبة النو ميوزك. اتليست في محاولة ان في بوسز وكذا، وبيني وبينك فكرة حلوة ان تحاول انك تستبدل فكرة المال، بس
انك تحط فلوس الطاقه بدل الفلوس، ولكن في نفس الوقت ما احس بجائزه لما اقتل العدو. لو العدو يتك المال، يتك فلوس، يتك ايتم، في ذاك الوقت بتكون جزء من الريورد للعب. انا الحين ما احس اي نوع من الريورد اني قاعد اقتلهم. والله اعلم ليش طاقتي تعبت بسبب يعني. نعم، هذه تفاصيل اخرى مهمة عشان الجيم فيل والشعور حق اللعبة، اللي هو قتل الاداء وانجاز الكور حق اللعبة بشكل صحيح، سواء كانت لعبة باركور او هروب او قتال او اي مكان. يعني الاساس حق اللعبة لازم لما تسويه لازم اللاعب يعطى جائزة حيث تحمس انه يكمل يعني، او يعيد عمل الشيء الاساس حق اللعبة هذا بشكل صحيح، ويحاول انه ما يرتكب اخطاء عشان يحصل على الريورد. كل مرة انضرب احس الخطأ مو مني، احس ان اللعبة punishing me. مرة غبي الوضع. وثانيا ليش زيادة الدفاع زيادة هجوم كلام غراش؟ ليش ما زيادة سرعة جوتي زيادة الهجوم سيف؟ هذه طريقة تعبير للاعبي بدون ما يقرأ، تعطي شيء واضح. لما مثلا enemy damage by 25% decrease، لو تعملها مثلا درع غرشة خضراء ما لها معنى. ثانيا لما شريت الغرشة الحمراء ليش ما في اي شيء في الصفحة تراويني ان عندي الابجريد هذا؟ ليش ما تحط هنا مثلا رمز السيف بدل ما الغرشة الحمراء هنا، عشان مباشرة اعرف اني طورت الهجوم الحقي. شوف الهجوم يعني الحقي ما زال زي ما توقعت، لو ما هم غراش الغراش عادة يكونون بوف، البوف عادة يكون مؤقت لمدة جولة، بس لا طلع الابجريد هذا الابدي. ليش ما تتك طريق انه يعرف اللاعب وش عمل ابجريد له؟ الحين ما عندي اي خبر يعني، لو هل شريت غرشة زرقاء من قبل ولا لا، ما ادري. وثانيا اجين الاعداء يفلتون القلب نادرا، وبعض الاحيان على طول ياخذ الشخصية لان الكولوجين حقي تعبان ياخذه بدون ما ادري، فالشراء صار شبه مستحيل لان يبالك تكون محظوظ. فالجيم عليها العوض. I don't know what to say يعني. اخذت الغرشة الخضراء اوكي، ما عندي اي طريقة ادري اني وش اللي مدور. Don't like it. نفس الشيء، ما عندي اي نوع من الاسلحة الثانية غير الميلي اتاك، شورت ميلي اتاك. ما في الا سلايم. سلايم وشكلها هذه اللعبة كاملة يا yeah. لا في سلايم احمر بس to be honest I don't care to see what he does because الكور ميكانيك للعبة تعبان، القتال تعبان. fix that then I will try your game again. صلح الوضع. وثانيا يا القراش مرة مواضح، لو ما أخذ تكس ما أدري إن هذا دفاع، ما أدري إن هذا هجوم، ما أدري إن هذا سرعة. الغرش شيء مو مناسب، لأن أولا الغرش معناها عادة في الألعاب بشكل طبيعي الواحد يتوقع كونسيومبل، مرة مو مناسب إن تكون أبجريد. نعم، الأشياء المتعارف عليها بالألعاب هذه ضرر إن الجيم ديفلوبر ينتبه عليها، حيث في أشياء لها معاني معروفة بين اللاعبين، فلازم ما يخلط المعاني هذه. فكرة الأداء يطلع ورا الجاك كاينة نايس، بس بنفس الوقت ما أشوفه نايس، لأنه لو أكون من دأس وشجر ويطلع علي سلايم I don't know، ممكن بالي أتجنب ده الشيء ده، بس بنفس الوقت أفضل يكون في طريقة ثانية يطلعوا الأعداء منها. مثلا لو تحط حفر عند الجدران بحيث انه ما يمديك تروح للحفرة ويطلع منها، يعني علامات واضحة، يعني مثلا لو في هنا حفرة اعرف ان هالمكان السلايم، لما يكون طبق نصيبه كنت قاعد تمشي ورا شجرة وفجأة طلع عليك. يعني I don't know، الجيم is not fun.
there is a lot of issues in it. الوايد جاب أقدر أعطيك نصيحة بالوايد جاب، بس المشكلة أنا ما أدري كيف القدرة تشتغل. بس الوايد جاب عادة الناس تعمل بيدينج للصور، تدتك مسافة بين للصور عشان ما يصير الخلل ده. ما أدري كيف إذا القدرة في طريقة أخرى تتعامل مع الوايد جاب، بس أنا بنفسي وصلت المشكلة خلتني أغير المحاك حقي من جميع النواحي عشان أحل المسألة دي. بالنسبة لموضوع الرسبون، حتى لو خلاهم انهم يرسبونوا من وراء الاشجار يقدر يستخدم اللي هي بارتيكلز، بحيث انه قبل ما يرسبن بثانية يكون في بارتيكل او تأثير معين كذا الاوراق صغيرة تتطاير، عشان يخليك تنتبه انه في عدو رح يطلع من هنا قبل ما يطلع كم ثانية، او لو اي يعني شيء يلفت الانتباه بحيث تعرف انه في شيء رح يطلع من هنا. A magical circle. Yeah. الايتم اجين ما في الا ايتم قلب، فافضل لو ترجع الفلوس. فكره الدم maybe بتكون نايس لامور اخرى، بس افضل تكون فلوس لان قتال الوحوش الان مره ممل. يعني في 1,000,000,000 لعبه حاليا زي Vampire Survival او ما ادري شو اسمها، مليون مره مور فان. مع ان ديك اللعبة ما لعبتها بس من الحين اقدر اقول لكم مور فان. انا ما اقول ان اللعبة دي ما لها امل، بس تحتاج شغل كثير لما تبي تحسنها. يعني one sword is not good. ال damage detection not fun. يعني ما تحرك الايتم اللي اخد، او ما تحرك على اليسار اللي اخد او تحت. لا اوكي عناد، بس مرة not fun اني اتأدى بدون ما لمس. This is او الايتم اختفى بعد. No sir, I'm having enough. شيء مؤسف يعني. المين منيو جميل، الخلفية جميلة، والسمات جميلة، بس الجيم بلاي is not good. احتمال دولة من assets، غالبا مشاكل المطورين في الجيم ديزاين. يب هذول اسيتس، هذا اسيت جاهز معروف، يعني هو ما رسم شيء، هو بس هو البروجرامينج. لكن مشكلة المطورين غالبا في الجيم ديزاين، يعني هو بيتعلم بروجرامينج، بيتعلم على المحرك يشتغل عليه، لكن الجيم ديزاين نفسه كيف تصنع لعبة ما بيستثمر وقت كبير فيه، فهنا المشكلة. الأفضل تترك التعليق هنا غير thank you for the developer. anyway. آخر لعبة بنختبرها اليوم وهوفلي بتكون شيء مختلف من غيف زيزو، موجود عندنا في سعودي جي ان. أعتذر إني ما اختبرت اللعبة حقك بدري، بس اليوم إن شاء الله بنعطي حقها. So this game was made in less than a month. The boss rush jam. Okay. أنا ما أعلق على أمور ما لها معنى، بس anyway مو هذا اللي تحطه تحت أقل شيء أبراك من الفويج، بس anyway هذه عادة المبرمجين، which is good. It feel إنك تشعر إنك منجاز فداك أنت. عملت اللعبة أقل من شهر. Good for you. كثير من الناس ما بتهتم للأسف، لكن في ناس بتهتم. يا there was a hotel which spread terror around the town and there was a young boy who decided to get inside the hotel and protect him the town from a haunted house. اعتقد اخذت اقل من ثانيتين كتابة الوصف القصة. اوكي advice. The sword is not best opinion. You must use makeshift object. ممكن تفك لي الطلاسم هذي نبيل؟ ما فهمت ولا حاجة. الستريم بيتأخر، فا يبغى لك تستنى شوي لين جيني الصورة حق الكلام عشان أقرأ. أوكي. اقدر افكر
اقدر ارسل لك الطلاسم على الديسكورد بس خليها مستوى. There was a hotel which spread terrors around the town and there was a young boy who decided to get inside. One sentence, one long sentence. للوصف تحتاج تعطي شيء يثير الاهتمام يعني السنتنس طويل زي كده واكثر من مره. هوتيل هوتيل كم مره هوتيل من دكه هنا بس مرتين انا قريتها 50 مره في الجمله دي. I don't know. يا صحيح حتى الجمله نفسها يعني المعاني ما ركيكه ما في شيء اللي يعني حتى مجرد وصف تقدر تسوي الوصف كذا وصف درامي كذا تخلي فيه يعني تحس تحط شعور داخل الكلام مش مجرد كذا أي كلام توصف لعبتك بوصف عادي وخلاص يعني. مثلا مثلا خلينا نكتب وصف أفضل في خلال أكثر من 4 ثواني مثلا نقول أعطيني اسم مدينة أو اسم دولة أو إن The neighborhood. There were a small town with a strange tale. Some say haunted. I don't know. Something more interesting. Spread terror around the town. Or in the Khalianshil neighborhood. There were a small town with a strange hotel. فاصلة. كين المقطع. Some say it's haunted. Some say... I don't know. أعطيني رومر عشوائي. A tragedy happened long ago. A young boy lost his toy in that hotel or something. أعطينا reason. Just like believe it's معلش يا شباب أنا بعتذر لازم أروح الحين. اوكي خلاص تكمل كمل لحالك وبشوف الستريم بعدين ان شاء الله. alright اوكي تمام مع السلامة. مع السلامة. شوف حتى انا بتبهدل الحين وما انا اعرف لاني ما ادري شو اسوي اللعبة اصلا فقاعد احاول اني اكتب شيء يعني مثير اهتمام بس بنفس الوقت هذا الشيء مثير للاهتمام الأفضل تربطها مع اللعبة دي فأنا بنفسي ما أقدر أعطي شيء هذا ولكن you could do better you could do better خلينا أحاول أكون better بدون ما أنا تفلسفت خلينا أعملها better. There was a small town with a strange hotel. Some say it's haunted. Some say tragedy happened long ago. But nobody really know. For sure. Trouble started one day some troubles or some strange things start happening around. حتى انا الحين قاعد اكتب كلمة happening too much. Happening. أقدر أمسح الجملة دي. Happening around but nobody wanted to investigate till a young man advance take the assure the deed take the task something I don't know but حتى الوصف حقي is not that good to be honest.
it could be much better. I might completely remove the story if it's not interesting enough, to be honest. So, but yeah, there was a hotel which spread terror around the town, and there was a young boy who decided to get inside the hotel and protect the town from the hunt. Okay. Let's take a look on the game. It's فضيحة اني اعلق على القصة انها انا ما اقدر اجيب احسن منها يعني بس نعتذر. في كاتسين. قاعد بعمل تكبير للشاشة. كنت من زمان حاول اعمل الشيء المنيوز ما هو كلاسيكي. ديسكو بار بعد جميل. وين لحظة؟ ممتاز. الميوزك فري نوتس. alright. فخلينا نشوف بعض الميوزك مرة شورت. سو مرة annoying لما يتكرر زي كده. بس اتوقع مو الكافي بيظلوا في المين منيو بس في ذيك اللحظة ما ادري خليه يلعب مرة واحدة because this is annoying. ما بدي اعص على شيء. يبالي اتحكم اروح. اوكي no man I mean I know you're trying to make it a gimmick. Seriously, يعني مثلا لو انا بطلع ما اقدر اصيد الحبه ولا انا بروح للاباط وصدت الاكزت بالغلط. I don't know man, I know you want to make something unique but no please make a normal menu. Nobody want to play in the main menu. I mean الحين لازم اعص انتر يعني اللي تطير عليك. ما اقدر ادخل الجيم. يبالي هيد كيج. اوكي لما هديت التحكم بدا تلعب. ماذا ام باعص ستارت وبالغلط نطيك مرة too much. No dude. Make a normal menu. Don't do that. I know بدك تعمل شيء unique بس كمان. شوي سريع خليني اشوف. لا بعد في داش بعد. هو ما فرق بين الداش من المشي العالي. يكون داش ماشي ميل مو الزر الصح. رمز الشيفت. اف اتاك يعني يمدينا نلعب الكيبورد بالاف. وول جامب. اوكي وول جامب ما هو بديك السو. الوول جامب از جود. حلو ان تعطي توتوريال اللاعب قبل ما يدخل. وفي دبل جامب بعد. لو اتس ريلي سموث. اسمهم نزلها عامل الإضافة بالمين. اوكي no problem. This hotel is haunted. Are you sure you want to go in? هي جميل تعطي اللاعب اختيار ان هل بتكون البطل ولا بتنسحب. ولكن نجحت المنيو والمنيو سيء بالنسبة لي. I don't like the menu. So I don't know. The menu definitely changed. بس شيء جميل انه تعطي شعور انه yeah this is horrible choice. هل انت متأكد تبي تدخل؟ so I like that. Physical attacks don't work on the big ghost boss. Only light can kill it. كان spoiler دي ما هي هندي.
كاك لو تحتفظ بالمعلومة دي بعد ما أخسر 3 مرات، عشان لما أروح للبوس وأشوف الهجوم ما اشتغل فجأة اكتشف إن الضوء ممكن يأدي، أحس بإنجاز إن اكتشفت الشيء ده. لما تعطيني إياها في الوجه قبل ما حتى أبدأ حارب لما اشوف نفسي اخسر معه مركين يمكن تعطيني انها انت شفتها. كيف مت بسرعة اخر مرة ضربة واحدة؟ يمكن ضربة اقوى. ما ادري كيف نبض ضربني. اي شوف الحين ضربتين، شوف طيرت معنا ضربتي. I don't know how this is working, but anyway. What happened? What? Okay. اوكي فدول ينتقلون عشان يدوك لو تحاول تضرب الضوء. لما مقرب او اضرب الضوء في ما في اي نوع من الاعتداد. سريع وطريق. بعض الأحيان يروح يمين أو يسار ثم عادي يروح. والحركة الجوز كيف يضربون فجأة وما يعطيك فرصة أصلاً. بعض الأحيان ما أدري أقدر أضربهم ولا لا. This doesn't feel that good. Actually يضربون. بس ما أحس إنهم يضربون يعني. Doesn't feel good.
ابي على الاقل اغلب البوس، لانه واضح انه في اكثر من بوس. سلام. نعم ماشي. قاعد اختبر لعبة شباب قاعد اسجل اختبار للجيم. ايه قاعد اشوف اسمع صوت صياح عندك. انا مغيث وزيد. يا سوري يا. كان معاي نبيل عشان يشوف اللعبة معاي يختبر معاي. ايه لا اخذ راحتك. قريب اخلص هذا. قضينا على اول بوس بعجوبة. خلينا نشوف. هذا من العاب الشباب اللي معانا. اي في فيدباك لعبة غير زيزو موجودة تقدر تنزلها وتختبرها. تمام خلي ارجع لك انا بس خلي اصلي وارجع لك. اوكي اذا موجود موجود لكم قصه اجين. الجيم يعني هو محاولة جيدة ان تعمل بوزز وفي ميكانيك، بس ليش يعطيك الحل في وجهك قبل ما تحارب اصلا؟ اترك الهنت لما اللاعب على الاقل يحاول يكتشف الشيء بنفسه. جزء كبير من الالعاب انك تكتشف وش الاشياء تسوي في الجيم بنفسك. الحين قاعد تبوق الجائزه من اللاعب انك تعطيه الهنت في وجهه قبل ما تحارب اللاعب. بعد ما اشوف وجه البوز اصلا وتقول لي كيف اقتله. لايك كيب ذا سلايدر يعني. فافضل ان على الاقل تعطي اللعبه اللاعب فرصه انه يجرب البوز على الاقل 3 مرات قبل ما يعطي الهنت. او ان تتكل هنت اصلا مخفي يعني تتعص حبة هنت وعلى ما تفهم لو تعص عليها تعطيك الهنت، لان يمكن بعض اللاعبين ما يبون الهنت اصلا. doesn't feel that good. الهيت give me a break. You want me to fight them in a sequence? No man. ما انا على قولتهم الجانب فلفل كاجوال ما انا مستعد اني اجرب كل عدة مرات. خليني اشوف المين منيو هل اقدر اختار البوس. نوب. ترى نسيت موضوع السلايد يمكن يفيدني مع التحكم السلس. I had enough. I'm sorry. I would like بدي اختبر الوحش الثاني بس انا ما مستعد اني استني احط 10 دقائق اني انط نطتين اضرب الليد عشان اوصل للوحش الثاني اجربه عشان ضربتين اموت. انا جاي اختبر الجيم. في ناس تحب البوس رش. انا افضل ان تكون البوس كجائزة اللي هو اخر تحدي في المرحلة. بس بوس رش is not bad. بس التحكم مرة اعتبرت في خلل في لما تنضرب it doesn't feel good. في خلل لما تضرب it doesn't feel good. مثلا خليني اختبر الشيء ده. لو اقتله شوف كيف قتلته وداني. That doesn't feel good. That doesn't feel good at all. الشيء اللي يحتاج precise control في نفس الوقت شخصية فالت أصلاً. So يعني لو أمشي بسرعة وأضرب بتعدي لأنه يقدر يأديني بعد ما يموت. المفروض الكولوجين حقه أول ما يموت يختفي عشان ما يأديك. بس أنا لا. ممكن تضربه ممكن يلمسك ويقتلك أو يأديك. Doesn't feel good.
فكره البوسز اللي تحاربهم بشكل غير تقليدي وممتاز جدا، بس هيك الفايده لما تحط الهنت قبل ما تشوف حتى البوس كيف تحارب. طلعت من المنيو بدون ما ادري، المفروض تعطي اللاعب فرصه ليتجاوب مع المنيوز يعني. ف this menu is horrible، ما خليه تقليدي الله يرحم والديك. هنا قيمنا الثلاث الالعاب، escape from school. للاسف نبيل مش معاي عشان يعطيني اخر تقييم لاخر لعبه، ولعبه زيزو اللي هو الهوتيل رش، واللعبه الثانيه وش كانت؟ endless weakness. كيف اوصل لكم الموضوع؟ escape from school كان مشكلة مع الحارس، ما كان فن الهروب منه، بس اشوف اللعبة يعني نحط عليها افورت واجد من ناحية الديتيلز which is good، بس من ناحية الجيم ديزاين انه كيف مثلا المفاتيح ممكن تختفي عليك، تعطوك مفتاحين جلتشات، في لمسات بسيطة يعني ممكن تتعدل، بس اكبر كارثة كان الحارس صعب التفاعل معاه كلاعب، انه ياخذ ويعطي معاه مش موجودة، ما يطارق طول الوقت وما يعلق عند الجدار، فما تحس انه ما تحس بالمتعة باللعب الجيم. Endless Weakness نفس الشيء، الكولوجين فيها تعبان، الكولوجين مش على الشخصية، على الفريم كله، فما تحس ان تحس فعراك مستمر ان تبي تضرب السلايم بدون ما تنضرب، دائما تحتاج تتخيل انه ممكن يضربك بدون ما يلمسك، فالاتاك والدامج فيلينج دازنت فيل جود. للاسف نفس الشيء في هوتيل بوس هانت او هوتيل رش او بوس هانت رش هوتيل، دازنت فيل جود لما تعمل دامج او تلقى ضربه، وشيء مره مزعج انك لما تقتل الوحش او تؤدي الوحش ويؤديك باك بعد ما يموت، فالامور دي البسيطة دي ممكن تخرب مزاج اللعبة بالكامل. فحاليا انا الي الحين ساعة ونص قاعد اجرب الجيمز الثلاثة، ما انا فايق اني احاول اغلب البوس الاول عشان اجرب البوس الثاني، خصوصا الحرب معاه ما كان ديك المتعة اني انط نطتين وضرب الليت، wasn't finding that interesting enough اني احاول عشان اشوف البوس الثاني. البوس الثاني كان يطلق كثير و ممكن تخليها كشالج مود ان لا تستغلهم من وين ران ثلاثتهم، بس اللعبة الاصلية ويالتس ابتيو، في العاب مصممة تكون صعبة بس الالعاب دي ميري، اللعبة ما هي بديك الصعوبة على فكرة، لانه انا مليت اكون صادقا يعني، ممكن لو يكون عندي مزاج اكثر اختبر الوحش الثاني اكثر، بس حاليا انا باختبرها لازم اغلب الوحش الاول عشان اختبر الوحش الثاني، وش يصير الوحش الثاني لما يكون لو اكتشف انه صعب جدا وبيختبر الوحش الثالث اكثر مره، يبي يعني يغلب الوحش الاول يعني يغلب الوحش الثاني عشان يختبر الوحش الثالث، فللاختبار الموضوع صعب اني احكم عليهم بدون ما اختبرهم، فما اقدر احكم على اللعبه كثير، بس اجين الاشباح لما تقتلهم يؤدوك doesn't feel good، الشخصيه تفلت بسرعه بسهوله doesn't feel good، لما عص يمين وفجاه راح يمشي يسار doesn't feel good، لما عص يسار وبدت دبل جامب وفجأة صار يعص يمين لأن عصيت يمين بعد علقت على يسار وصار يمشي يمين، فلا تروحي عند الأشباح وتأديت doesn't feel good، فأمور بسيطة في التحكم لو تتحسن يكون أوكي. غير كده it's really interesting إن تحط تفكير إن الوحوش ينبدأ interactivity عشان تهزمهم، بس تعطيهم هنت على طول كده في الوجه، زي ما قلت الأفضل الهنت تشيله وتخلي اللاعب لما يخسر في زر يطلع على اليمين كلمة هنت، لما تحرك الماوس على الهنت يعطيك الهنت، في لاعبين ما تبي هنت تبي تكتشفون الشيء بنفسه، بالعكس في لاعبين يحبون العناد ان يكتشفون الشيء بنفسهم ولا يروحوا يقولوا لك فيه ليش تعطيني الهنت والوحش بعدني ما اشوف حتى وجهه يعني. ف that's it، شكرا للمتابعة ونراكم مرة اخرى.